مع قلت عليها كنت تذكر في آخر حوار معي في شمس أفام، قلت الكلام هذايا. الشخصية حطيت فيها مني من بابا من عزيزي، حطيت فيها اللي نخاف منه. أنا حسيتك البارح وأنه فما قصة وراء بابا الهادي، كأنه بابا الهادي لازم يقعد حي، كأنه عنده عودة الروح من جديد، ما راه ما تسخيلوش وأنه مات، لا فما عودة يلزم يقعد حي فينا، فما باش ياخذ مساحة أكبر يمكن. ونحب نفهم القصة. ما تفهميش القصة، تمش تتفرج تشوف شنو القصة. سكت. نو بون سي بون نتجاوزو. هو يعرف بابا ليدي وكاو. ما تحبش تقولي هاد شيء؟ باهي نسيش نجيب، يلا نخرجوا موسيقى. هيا 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 اخرج.